فكرة ترأس الكابتن محمود الخطيب لبعثات النادي الأهلي كما رأينا في العديد من الرحلات الخارجية في الفترة الأخيرة وانعكاساتها الإيجابية على الأداء وعلى الطمأنة سواء للعيبة في الملعب أو زي حالتنا للمشاهدين عبر الشاشات. وطبعا كل احترامنا لكل أعضاء مجلس إدارة، يعني أنا عاوز في خاصة في المباريات الحساسة اللي هي المصيرية اللي هي بتاخد بيها بطولة كل مجلس إدارة يروح، خاصة يعني انا زيك مبسوط جدا بشوف كابتن محمود الخطيب في بيرقص كل البعثات طبعا. ودي حتى هو لما بيجي يقعد معاهم خلي بالك وعاد محمود الخطيب مع اللعيبه قليل، لكن لما بيقعد معاهم بيحسوا انه فعلا قاعدين مع لعيب كورة حاسس بإحساسهم بيشد من أزرهم بيطلع الدوافع اللي عندهم بشكل هو جربه، أصل هو خاض بطولات كتيرة جدا طبعا. وخاصة البطولة الأولانية اللي هي بطولة 82 أول بطولة أفريقية دخلت النادي الأهلي، فطبعا إحساس اللعيب فقد الشيء لا يعطيه أكيد. اللعيب لما لما يحس بلعيب زيه وينصحه ويديله النصايح دي لا واحنا مش بنتكلم على اي لعيب، احنا بنتكلم على ظاهره كرويه لا. ومدرسه لا فنيه لا ماشيه على رجلين ما شاء الله ما يعني وكانت النتيجه النهائيه للمشاعر الحلوه المتبادله دي اللقطه العبقريه اللي كلنا شفناها واللعيبه وهم بيلبسوه انا ما استنيتش انا بعت له رساله في ساعتها والله بعد المشهد ده بعد المشهد ده انا 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 دمعت طبعا والله دمعت فعلا لقطه رائعة. يعني معبره بشيء لا تتخيله غير مسبوقه لا ما حصلتش لا وبعدين وحضرتك برضو شايف اللعيبه هم بيعملوا كده انت شايف ولامس بنفسك ان ده بيحصل بحب يعني مش مثلا ايه لا فرض ولا ده شو يخلي ده كل بحب. الناس خلي الناس كلها تقول النادي ده لازم ياخد كل البطولات طبعا. ما هو الحب ده مهم جدا طبعا. مهم جدا طبعا. فكون ان هم الراجل دوت يعني شوف حاجه يعني عظيمه انا متاكد ان هو بيعيط يعني حاجه متاكد ان هو بيدمع يعني ده الناس كلها دمعت هو كابتن الخطيب والله انا قلت له يعني برغم ثباته الانفعالي اللي هو مشهور بيه بس دي لقطه فعلا انسانيه مبروك على الكاس انا قلت له مبروك حب اللعيبه فيك طبعا والله صحيح يعني قال لي الحمد لله والشكر لله وبتاع وسلم عليا يعني بصراحه انا ببقى فرحان لان ده زميل طبعا وانا بتمنى له النجاح وبتمنى له التوفيق دايما محمود الخطيب